أيدي. فعلا هذه مبادرة إنسانية اجت بين الأعياد، أعياد المجيدة وأعياد وشهر رمضان اللي هن صائبوا هالسنة بنفس الوقت. نحن كمستوردين للمواد الغذائية وكنقابة مستوردين جينا لنشوف شو الحاجات، إذا عنا بضاعة مدعومة بدنا كمان نساعد ونوجه الشركات اللي بتجيب بضاعة مدعومة إنه تتواصل مع المعنيين مشان تقدر تعطيهم إياها، وجينا كمان بمبادرة فردية إنسانية بمساهمات عينية، يعني كل وحدة من الشركة بتشوف شو عندها بضاعة من زيت من رز من حبوب من حليب من مقطعات جبنة من أي شيء عم نجمع. هلأ أنا جيت شوف اليوم نحن زرنا مع العقيد، زرنا المطبخ وزرنا المستودعات، وفعلا يعني الفوتة على على سجن روبيا رهيبه بحد ذاتها. بقى نحن من برا وشفنا يعني وشفنا فتنا برهب بقى كيف اللي عايشين جوا. هدول بالاخر بغض النظر اذا كانوا اشخاص محكومين، لكن هن كمان يعني ناس